لا يمكن لأي عقيدة أن تسلب المسيحيين صليبهم، حيث لا يوجد أحد عدا يسوع المسيح مات من أجل خطايا العالم. يمكنك أن تبحث حيثما شئت، لكن وبكل بساطة ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فقط يسوع يخلص. المسيح لم يأتي ليعطيك نصيحة، بل ليحررك من كل قيود الخطيئة. إذ قبلته الآن يدخل حياتك ويخلصك. افعل هذا الآن. كشجرة لا يمكنها النمو بلا تربة، كذلك المسيحي لا يمكنه النمو في الإيمان بلا جماعة المؤمنين. ابدأ بقراءة العهد الجديد، وابحث لنفسك عن جماعة مسيحية حية بمنطقتك، مؤمنين حقيقيين بيسوع المسيح وبالكتاب المقدس لكلمة الله الحية.